الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة صندوق الوثبة للفطامين برئاسة حمد بن متعافي المنصوري ومحمد بن راشد بن غالب المنصوري، لهم جزيل الشكر والامتنان. 30 من شهر يوليو لعام 2023 ينطلق أول أشواط الإبكار المشتركات مباشرة مع الشاهينية على الصدارة، الشاهينية على المركز الأول عمير بن عبد الله بن عمير المنصوري، بينما المركز الثاني وصلت هناك في ثاني المراكز والقادمة بكل قوة بأداء متميز وجميل. هذه هي السيوف لصنهات بن فلاح بن حمود بن جرة القحطاني، والمركز الثالث تدخلت اللي هي طيش لعايض بن عوض بن عايض المنصوري، ناخذ المركز الرابع. المركز الرابع وصلت مشكورة مبارك بن محمد بن ناصر بن حسين بن ضبعان، ولكن عودة إلى الشاهينية، عودة إلى شعار أبو عبد الله، أحد الشعارات العملاقة، أحد الشعارات التي تعرف طريق الناموس جيدا. عمير بن عبد الله بن عمير المنصوري يتقدم، ولكن سيوف القادمة، سيوف لصنهات بن فلاح بن حمود بن جره القحطاني. وصل القحطاني خطير، والوصول من طيش ايضا تقدمت بشعار عايض بن عوض بن عايض المنصوري. الله 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 الله، الصداره المركز الاول الشاهينيه مع ابو عبد الله، يتقدم هذه الجموع، يتقدم هذه الاسماء على المركز الاول. عمير بن عبد الله بن عمير المنصوري يقدم هذه السيمفونيه في الشوط الاول في المركز الاول، سيوف في المركز الثاني القحطاني، ولكن العصف الابطان. روح يا ابو عبد الله، روح جوله الاوامر على المركز الاول والصداره الاولى بدون اي اوامر. هذه الشاهينيه عمير بن عبد الله بن عمير المنصوري. سلام ابو عبد الله، سلام على هذا الفوز، سلام للوثبه، سلام سلام لعمير بن عبد الله بن عمير المنصوري على هذا الفوز. اشكرك يا ابو عبد الله على هذا الانتصار والعصف فالابطان. ثقة الكبار تحضر في شوط الكبار. المركز الثاني وصلت هناك سيوف لصنهات بن فلاح بن حمود بن جرى القحطاني. المركز الثالث طيش لعايض بن عوض بن عايض المنصوري. دقيقتين 12 ثانية، 38 جزء من الثانية، والعصا فالابطان. تهانينا والنام